اهلا وسهلا ومرحبا من متابعين ومتابعات جريده نيشان الان. يعني كيف تشوفوا حمله الهدم ديال بعض المنازل او بعض المحلات هنايا بجماعات يعني منطقه ولادي حي، يعني الناس خرجوا لهم الساعه ديالهم وخرجوا لهم، يعني كيف تشوفوا غادي نحاولوا نقربوا المتتبعين من ماذا وقع هنا. يعني كي تشوفوا كاين هدم، يعني الناس كيتسائلوا هاد الناس ما علموهم بدون سابق انذار. هاد الناس هادو خبروكم قبل ما يجيو؟ لا والله العلي العظيم بالله حتى جا حتى راه الدنيا ديالي هاكا ورا الرجل وتيقول لك سير في الجريده ما هضر معاه. عطيني هذا سهل ياك انت راجل قانون وحنا راه المغرب راه فيه القانون الله يجزيك بخير. قنعني يقول لي عطيني هيل عقد لي الزياد عطيني هيل تنازل قول لي راه انت ما كتسالش هنا راه كتعطيك الدولاب انه انت راه يعني مولاي شحال انت في هذا المكان هذا؟ شحال انت في هنايا؟ تقريبا 12 عام هذه وهذا الحيط هذا الحيط كله هو راه من 54 نعماس دايز هاد الحيط هذا اللي كيقول لك هو كيريز فيه هو. حتى اليوم نعماس جيت حتى جينا حنا من داك الفيديو قال لك اسيدي انت ما كاينش كاع اسميت ولا اسبوع عليكم داك اللي عطا دوك اللي عطاوك الشهاده الاداريه نصبوا عليكم. انا ماشي انا من المنطقه من سبنا اسميت الشهاده الاداريه شديتها من عند السلطه؟ شديتها من عند السلطه هي ماشي واش عند السلطه ودوك الناس اللي اسميتو ما قاريش دوك اللي عاطيني الشهاده الاداريه. اذا النعمه هذه قال لك هو قال لك عندك غير نص ساعه نعماس بين متتبعات جيده نيشان الان. يعني كي تسمعوا يعني تصريحات خطيره وخطيره بزاف. يعني كي تشوفوا اخويا بنا نعرفوا يا شنو واش هاد الناس علموكم؟ ما علموناش اخويا راه قلناها درت واش حنا تزينا تيري بلا تا وثيقه. يعني واش هاد الناس واش ما علموكش اخويا؟ بلا قلنا ما علموناش كون علمونا غادي نوريك شي وثيقه غادي نقول لك انا العمس ديال القارو ها هو القوانين البنود يعني نقول لك هاد البند ها هو عطاوه. واش قالوا لكم غيعوضوكم؟ قالوا لا لا غادي نمشي نبعد ليها. يعني فين غادي دير الوليدات ديالك دابا؟ والله هنايا فين بنديرو في نظرك انت يا ختام ما عندي دابا لا فين نخدم ولا فين نقعد ولا لا الله محمد رسول الله يسلمك.